اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الحوار الوطني الشامل المقبل ماضية في عملها بكل جدية ووضوح تام من أجل تحقيق التزامات المجلس العسكري الانتقالي وإجراء الحوار الوطني الشامل في وقته المحدد. وقبيل موعد انعقاد هذا الحوار الذي حدده رئيس الجمهورية أثناء خطابه بمناسبة العام الميلادي الجديد والذي سيعقد في 15 من فبراير المقبل، ففي هذا الشأن التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تبيتنو بأعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتنظيم الحوار الوطني الشامل بقيادة رئيسها وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن عمر، وبحضور أعضائها من بينهم رئيس اللجنة المكلفة بالحوار مع المعارضين السياسيين ورئيس اللجنة المكلفة بالحوار مع المعارضين العسكريين. وأثناء هذا اللقاء قرر رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو إنه سيتم إطلاق حوار وطني شامل وصادق ونزيه يشارك فيه جميع التشادين الطبقة المدنية والسياسية بما في ذلك المعارضين السياسيين والعسكريين في الخارج. وأوضح رئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس تبيتنو إن الحوار سيكون مختلفا تماما عن التجارب والحوارات والملتقيات السابقة، حيث إن الحوار المقبل سيتطرق إلى عدة مواضيع من بينها النظام السياسي والدستوري والانتخابات في البلاد ما بعد الفترة الانتقالية. عضو اللجنة الوطنية للحوار الأمين برمتريا عقب خروجه من اللقاء قال إن جميع اللجان مرت بجميع المراحل المختلفة وأن الاستعدادات جاهزة لتنظيم الحوار الوطني الشامل. تكلمنا في ما حصل شنو من ما بدأنا العمل، وصلنا وين وشنو الباقي، كل الحاجات دي تكلمنا فيها. وطبعا زي ما تعرفوا رئيس الجمهورية في تصريحه بمناسبة السنة الجديدة قال انه المؤتمر الحوار الوطني الشامل يكون يوم 15 شهر 2 2022، وهناك تكلمنا في الموضوع ده كله وقاعدين نبذل الجهد عشان هذا الكلام هذا القول من الرئيس يكون منفذ. اذا فضل لنا شغله كثيره وبالذات نحن في مستوى اللجنه الخاصه لمناقشه المعارضه العسكريه عندنا عمل كثير عشان قبل ده لازم يكون لنا حوار في دوله في الخارج نتقابل مع كل الاخوان المعارضين العسكريين حتى نجوا الحوار الوطني الشامل. إذن في عمل كبير وعمل يعني يدور من الآن نبذل جهد كبير عشان الأمور دي كلها تتنفذ إن شاء الله. هذا ونذكر بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي رئيس الجمهورية رأس الدولة الفريق محمد إدريس تبيتنو جدد تهجئه للجنة المكلفة بتنظيم الحوار وأتمنى لها المزيد من النجاة وأن تخرج بنتائج إيجابية ترضي كل التشادين وتساهم في تعزيز السلام والاستقرار وفي بناء وتنمية وازدهار تشاد.